مشاهد جميلة وأجواء رائعة من ملعب البيت واللي يحتضن مباراة اليوم. من كبيرة التعليق معكم فارس عواض. واليوم موعدنا مع مباراة كبيرة في دور ال 16 من المونديال العالمي. الكثير من الحديث والكلام سيكون في هذه المواجهة. الفريق المضيف مرتاح من الضغوطات في مباراة اليوم، يلعب على أرضه ووسط جماهيره، والكل يتوقع بأن يتأهل من هذه المواجهة الإقصائية. كل هذه المعطيات تجعل الفريق الضيف تحت ضغط كبير، لأنه يجب عليه أن يقدم كل ما لديه في الملعب حتى يكون على قدر المستوى، وإذا حدثت أي مفاجأة سيكون تأثيرها كبيرا جدا. خيارات كثيرة متاحة أمام ستيرلينغ مع وجود هذه المساندة. ملعوبة إلى جاي شيخو كوياتي. عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار تغرق، بانتظار كرة بينية. يعتبر المنتخب الإنجليزي واحد من أبرز المنتخبات الأوروبية، وحتى وإن كان يعاني في البطولات الكبرى لكن يظل اسم كبير، خاصة مع اسم الدوري الإنجليزي الكبير يجعل يا رب ستيرلينغ يسجل، يبدأ يأتي بالأول، يقص الشريط، يشعل الأجواء، يشعل المباراة أكثر فأكثر. الله يا رحيم. نشوف الإعادة، نشوف المتعة، شوف كيف نجح في وضع الكرة داخل الشباك رغم الضغط الكبير. لا يفعل ذلك إلا لاعب كبير. إنجلترا تتقدم في النتيجة مع عودة المباراة من جديد. استخلاص رائع للكرة وإيقاف الهجمة. هاري كين، راحت عند ديكلان رايس، وصلت لستيرلينغ. لا تمر لا تمر، حارس المرمى ينجح في التصدي. ركنية مشاهدينا وفرصة لتعزيز التقدم في النتيجة. ساديو ماني، تدخل يبعد الكرة إلى رمية تماس. يتحرك بالكرة للأمام، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. دقيقتين يضيفهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. فيل فودن، ملعوبة إلى رحيم ستيرلينغ. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. Coming up half time, don't forget we'll be having the lucky raffle and also don't forget the lucky program draw. ندخل إلى الشوط الثاني من هذا اللقاء. ساديو ماني، وصلت إلى سار. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، استعادة للكرة، إنهاء لخطورة الفرصة الماضية. فيل فودن، هاري كين ومحاولة الآن، تسويب الآن، يوقف حارس المرمى. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. ساديو ماني، حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. حكم اللقاء يقرر احتساب مخالفة. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. محاولة هجومية هنا، فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. ولا يوديا ماونت، هاري كين، ماونت
بإمكان قطع الكرة في هذا المكان. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة. تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. فيل فودن فيليبس، تمريرة باتجاه ستيرلينج.